إذا هذه من ضمن علاقة الشيخ سيف بن محمد الفارسي بعلماء الأمة نعم سماحة الشيخ، هل له علاقة بعلماء آخرين؟ نعم، الشيخ سيف رحمه الله تربطه علاقة بمجموعة من العلماء كالشيخ سالم بن حمد الحارثي. جميل. رحمه الله. الشيخ نعم. سالم بن حمد الحارثي كان قد أهدى مجموعة كبيرة من الكتب، أغلب كتب الشيخ سيف رحمه الله هي من إهداء الشيخ سالم بن حمد. نعم. رحمه الله. فكانت بينهم أيضا مراسلات. نعم. وأيضا تربط، أعتقد عذر المقاطعة، كانوا زملاء في مدرسة الإمام الخليل، أليس كذلك؟ على ما أظن هكذا. نعم. كانت تربطهم هذه العلاقة، علاقة نعم. زمالة. نعم. وأيضا كانت تربطه علاقة بالشيخ حمود بن حميد صواف. بن حميد صواف، الشيخ حمود يلقب الشيخ سيف رحمه الله بالجد. بالجد. نعم. 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 ويعني عندما سئل لماذا يلقب الشيخ سيف بالجد، نعم، قال بأنه تعلم علم النحو على يد الشيخ حمود بن عبد الله الراشدي القاضي. نعم. حفظه الله. والشيخ حمود بن عبد الله القاضي كان قد درس النحو على يد الشيخ سيف رحمه الله. ما شاء الله. فهذا رحم العلم. يا سلام. فهو يعني يسميه بالجد. نعم. وكذلك تربطه علاقة بالشيخ سعيد بن حمد الحارثي. نعم. رحمه الله. نعم. كانت تربطه علاقة قوية. وكان الشيخ سعيد بن حمد رحمه الله يرسل أبياتا في ورقة ويطلب من الشيخ سيف أن يعربها. يا سلام. إعراب هذه الأبيات. نعم. وكان يتواصل معه هاتفيا أيضا في المناسبات، في الأعياد، في رمضان، تهنئة رمضان. لكن فارق السن أعتقد الشيخ سيف أكبر من الشيخ سعيد، أليس كذلك؟ لا أدري حقيقة، لا أدري، لكن على كل حال هم في نفس الفترة. نعم. العمرية. والشيخ سالم بن حمد الحارثي تقريبا أكبر. نعم. لكن بالنسبة لعمر الشيخ سعيد أعتقد ربما يكون في نفس السن أو أنه في نفس المرحلة العمرية. نعم. هذه في نفس المرحلة.